طب احنا كده مش هنتكلم في الحاجات التانية يعني ولا ايه؟ لا نتكلم طبعا. نتكلم برضه. اه ده هو الاساس طبعا. طب عايز اسالك على التحكيم، شايف منظومة التحكيم والمشاكل اللي موجودة الفترة الأخيرة ومحادثات الفار وتغيير اللجنة وتعيين اللجنة، شايف الموضوع ازاي وانت برضو بيبقى عندك كواليس وتفاصيل من خلال اتحاد الكورة؟ طيب خليني بس قبل ما اروح لموضوع اتحاد الكوره عايز اتكلم دقيقه واحده بس. انا عايزك اتفضل. تفتكر مباراه الزمالك والبنك الاهلي كانت يوم ايه او يوم كام؟ يعني بنتكلم ب 10 ايام دلوقتي. طيب 10 ايام، قبل 10 ايام دول كان العالم كله بيتكلم عنك، وسائل الاعلام العربيه والعالميه بتتكلم عن الرياضه المصريه، تقول لك ايه؟ تقول لك، ودي اخبارك انت، تقول لك قرعه كاس العالم للانديه ستقام في شهر ديسمبر بمشاركه الاهلي المصري. بتقول لك ان الاتحاد الدولي لكره القدم طلع لائحه كاس العالم للانديه والحضور قبل البطوله بخمس ايام والعدد اللاعبين في القائم ايه، وكل ده بمشاركه النادي. بتقول لك ان النسخه الاصليه لكاس العالم للانديه هتيجي مصر يوم 14 فبراير، والنادي الاهلي بيعد برنامج بالتجهيز مع جهاز الدوله ان ممكن تستفيد سياحيا سياحيا وحاجات زي كده ان انت تروج لمصر، وكل ده باسم النادي الاهلي. بتتكلم عن النادي الاهلي وفد من عنده يسافر للدوحه للترتيب لمشاركه الاهلي. بتتكلم عن ده الصورة الذهنية اللي كانت عندك في الرياضة المصرية قبل الواقعة دي. تخيل بس، حط شرطة كده وبص للصورة الذهنية اللي بعد كده اللي بتتصدر عنك لوسائل الإعلام على مستوى العالم العربي، وعلى فكرة على مستوى العالم العالمي. لو تفتكر إحنا عايشين في معزل تبقى إحنا مش فاهم. دلوقتي الناس كلها بتتكلم إيه؟ تسريب مش عارف مين، محمد عادل، أخطاء تحكيمية، إقالة لجنة حكام. دي الصورة الذهنية اللي بقت عنك بره. هل هناك رجل رشيد يعي الصورة الذهنية اللي كانت قبله والصورة الذهنية اللي بعد؟ لا لو انت عايز تعدل حال الرياضه في مصر ده اهم بكتير جدا على فكره. صورتك الذهنيه مهمه جدا بره. الصوره اللي كان النادي الاهلي مقدمها لك بالاخبار اللي بقول لك عليها دي، لما تيجي تقلبها 180 درجه، او مش 180 درجه بس، انت احكام مش عارف مليون دولار، مدرب يجي ياخد من اتنين انديه من ناديين عندك مليون و400 الف دولار احكام في الفيفا، مفيش حد بيتكلم. دي صوره ذهنيه اللي بتصدر عليك بره. سلبيه، صورة سلبية جدا. مدرب يجي ياخد يشتغل عندك ياخد منك 950 وياخد منك 500. فادي الصورة، فادي أول ده نقطة. شاطر قوي، إيه؟ ده شاطر قوي جدا. والمشكلة الكبرى العبد الله مثلا اتكلم في القصة دي من زمان، وقلت لهم يا جماعة الموضوع هيزيد وهيتضاعف. ما حدش بيهتم يا أستاذ محمد. لكن أنا ما يهمنيش الأندية وما يهمنيش الشركة دي، ما يهمنيش شركة المدربين، أنا يهمني المسؤولين. المسؤولين اللي المفروض تحافظ على صوره الرياضه المصريه، ومحدش يقول لي ما ينفعش اتدخل، محدش يقول اسمه تدخل، لا مش اسمه تدخل. طب ما فيش تدخل، ما انتوا بتقعدوا وبتتكلموا. لان دي صوره مصر، صوره بلد. قصه لما تيجي تقول لي انا ما اتدخلش مثلا في انديه، في جمعيات عموميه، لكن دي صوره بلد. الصوره اللي تتصدر البلد دي صوره مهمه جدا يا استاذ محمد. لما كره القدم في مصر كانت كويسه في 6 و8 و10، النادي الاهلي ومنتخب مصر، لما النادي الاهلي كان بياخد دوري الابطال الفتره دي كلها، انت كنت بتلاقي سوق المدربين المصريين بيشتغلوا في الدول العربيه، كنت بتلاقي رئيس لجنه حكام موجود في دوله عربيه، كنت بتلاقي لاعبين موجودين في الدول العربيه. تعال شوف الصوره دلوقتي، كم مدرب اسم معروف بيشتغل في الدول العربيه يا استاذ محمد؟ زيرو. كم حكم، بعيدا عن انت عامل بروتوكولات مع الجزائر وتونس، انت ممكن تودي طاقم تحكيمي، كم حد دوله عربيه بتاخد من عندك حكام؟ فالصوره الذهنيه مهمه جدا، والمسؤول لازم تعي الموضوع ده. نروح لموضوع الحكام. انا ضد الاساءه لاي حكم ما لم تثبت ادانته. يعني دلوقتي الكابتن محمد عادل مقدم بلاغات في النيابه، انا الجزء ده مش عايز اروح فيه لانه منظور امام القضاء، في جهات تحقيق، فخلاص ده شأن احترامها طبعا، احترامها الكامل. لكن الصوره الذهنيه، انا هنا بس جمله، في الرياضه كلها الشق الوحيد اللي بيتقال عليهم اسره هي التحكيم. يعني يقول لك ايه اللفظ اسره التحكيم، واسره التحكيم الوحيده دي اللي بتقطع في بعض ومش فاهمها ازاي، مش فاهم اللوغاريتم ده ازاي. يعني مثلا لما تيجي تبص مثلا لعيبه الكوره عمرهم ما يقولوا اسره كره القدم، المسابقات عمرهم يقول لك اسره المسابقات، لكن الجهه الوحيده اللي موجوده الحكام. الحكام بتسرب لبعض، الحكام بتقطع في بعض. طب فهمونا يا جماعه، جه رئيس لجنه حكام اجنبي له ما له عليه ما عليه، كلاتنبرج وبريرو، انتوا اللي طلعتوا كنتوا بتهاجموه، يعني كابتن عصام عبد الفتاح وكابتن جمال غندور وغيره بيهاجموه ليلا نهارا. طيب يمشي ده، يجي المصري، يجي المصري نسرب، يجي المصري نطلع اخطاء. طيب احنا عايزين ايه؟ يعني الخلاصه بتاعت الموضوع. انا هنا مش هلوم على نادي مثلا، ورغم ان ده غلط، بس مش هلوم على نادي بيمارس ضغوطا ما على حكم او على تحكيم. انا الوم المنظومه، الوم انا هروح كل الموضوع يا استاذ محمد على طول لمين؟ للتوب اللي ما بيوفرش الاجواء، اللي ما بيدينيش. انا جبت واحد رئيس لجنه حكام اجنبي، بيقول لك طب ما هي فشلت التجربه، فشلت ليه؟ اولا هو اختار غلط، ثانيا ما ادالوش الدعم الكامل. وغير ما ادالوش، انت اسره التحكيم بتحاربه. ده دي حاجه اساسيه. بلغات يعني النهارده. انت بتحاربه، انت دلوقتي بلغات النهارده رافضين اصلا يجي خبير اجنبي. طيب
انت لو عايز خبير اجنبي ولما يجي المصري شغالين تقطعوا فيه. طب المطلوب ايه في الاخر؟ يعني نقول المطلوب ايه في الاخر؟ نفتح الشباك ولا نقفله؟ والمشكله الكبرى يقول لك ايه؟ هو نفسه رئيس لجنه الحكام الاجنبي، ما احنا جبنا اجنبي وفشل. ما انت اللي فشلته، هو مين اللي فشله؟ بس قول لي مين اللي فشله؟ نفس المجموعه. وبعدين النقطه الثانيه، في انديه معينه بترفض فكره استقدام رئيس لجنه حكام اجنبي. دي اللي غريبه بقى بالنسبه لي. على فكره بدا الالغوريتم غريب، يعني انت جايب خبير اجنبي لانه عنصر محايد، لا يعرف اهلي ولا زمالك، لا يعرف احمر ولا اصفر ولا اسود. تعترض ليه؟ عشان حضرتك مثلا ما بعرفش اتواصل معاه. مش اتقالت بوضوح كده؟ اتقالت قبل كده. مش اتقالت بوضوح ما بعرفش اتواصل معاه. هو اتواصل مع الحكام ليه؟ عشان اعرف الراجل اللي جاي مين. بص يا استاذ محمد، اللي بيحصل في التحكيم ده نتاج سنين، مش نتاج امبارح ولا اول امبارح ولا اول، نتاج سلوكيات خاطئه من 2017 او 2016. اتفعل كل شيء في التحكيم داخليا، من داخل المنظومه ومن خارج المنظومه. طب اسالك على اتحاد الكوره، قرار اتحاد الكوره، موقف اتحاد الكوره في القضيه دي كان شايفها ازاي؟ انا مش عايز برضو اصلا، بس حاجه مهمه جدا في الموضوع، انت تعالى قول لي دلوقتي اتحاد الكوره يجي يقول لك اذيع التسريب، طب هو القرار ده قرار مين؟ لجنه حكام. يعني انت لو عايز تقول لي انا اذيع النسخه الاصليه، قرار لجنه حكام. فانا هنا مش صاحب قرار. طب هل النسخه بتيجي لاتحاد الكوره؟ لا، بتيجي للجنه. بتيجي للجنه واتحاد الكره لا يطلع عليها اكيد. حلو، يبقى انا دلوقتي انا حولت الموضوع تحقيق. هو الغلط اللي يلام فيه ان انت ما اعلنتش مبكرا من بدايه الازمه بدري بدري ان انت حلت الموضوع للتحقيق. كنت المفروض الحكم لغايه لما راح الماتش الجمعه. انا الواقع حصلت السبت او حصل لحد تقريبا، يعني الكلام بدا السبت بعد الماتش ب 24 ساعه. المفروض يوم الاحد بعد كده جلسه استماع حصلت يوم الاحد. اطلع انا يوم جلسه استماع طلع يوم الاثنين. يوم لا جلسه استماع يوم الاحد، لا ما استناش التسريب، جلسه الاستماع دي يوم الاحد. بعديها اطلع احاله الموضوع للتحقيق او تم التحقيق والموضوع مطروح. تاني يوم التسريب اطلع بقى اكمل ان كل ده يا باشا كذا. دي الجزء الوحيد اللي تلوم. لكن انت لما تيجي تبص الملف كله ما ينفعش تقول ان انا اطلع تسريب. طب هو بالمنطق وبالعقل قد الامان انت الحكم لو انا هطلع لك ما من ساعتها ما حدش بيروح للفار ولا هيقدر يروح للفار. يعني حتى خطوط التسلل ما بتترسمش طبعا طبعا. وعلى فكره انا بقول لك اهو 50 60 ان لم يكن 80% عارفين المضمون رايح فين وجاي منين والخريطه اولها فين واخرها منين. بس كله يعني